مرحبا بكم. أحد نجوم كرة القدم لديه ملايين المعجبين، ومع ذلك هنالك الكثيرون أيضا لا يحبونه. ولكن ماذا تعرفون عنها؟ الأمر لا يتعلق بلعب كرة القدم، بل بتصرفاته التي سنتحدث عنها في هذا الفيديو، والتي تظهر كم هو إنسان طيب. وقبل بدء الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، معجب. على الرغم من أن معجبي عددهم بالملايين، إلا أنه دائما ما يتعامل معهم بلطف، وأهم ما يفعله هو تألقه الذي ينتظرونه منه باستمرار. فمثلا في هذا المشهد تراه يحضن أحد المعجبين. ثانيا، رونالدو دائما لطيف مع الناس، يعاملهم برفق، فكما تراه يحضن الناس بحب. ثالثا، الطفل. الجميع يعرف أن الكثير من الأطفال يحبون رونالدو، وهو أيضا يحبهم كثيرا. ففي هذا المشهد رونالدو يتعامل مع معجبيه الصغار بدون أي تكلف. رابعا، قبل المباراة. في هذه المرة المعجبون برونالدو في الممر قبل خروجه للمباراة، وها هو أيضا يعاملهم بحب وتقدير. خامسا، المدرج. دائما ما يخلع رونالدو قميصه بعد المباراة، وأحيانا يحب أن يعطي قميصه هدية لمعجبيه الصغار، وهذا هو أحد المواقف. سادسا، شد عضلي. من الأشياء السيئة التي تحدث للاعب كرة القدم هو الشد العضلي، ويحتاج للتدليك. وها هو كريستيانو يحاول مساعدة أحد لاعب الفريق الخصم. سابعا، إنستغرام. رونالدو من أكثر اللاعبين تفاعلا على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، لذلك لديه أكبر عدد من المتابعين على إنستغرام، وهذا الفيديو نشره كريستيانو مع ابنه يشكر فيه المتابعين. ثامنا، العائلة. هذه الصورة من عام 2017، بالنسبة لكريستيانو العائلة مهمة جدا، فدائما ما يحرص على وجودهم في البطولات والتكريمات والحفلات، ويظهر دائما مع زوجته كثنائي متفاهم، ويحبون بعضهم البعض. تاسعا، فلسطين. من أكثر الناس الذين تأثروا بالمشكلة الفلسطينية، ويبدي دائما تعاطفه مع الفلسطينيين وما يحدث لهم. دائما ما يساعد الأطفال المتأثرين بالحرب، ومؤخرا في شهر رمضان تبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفلسطين. ثانيا، الوشم. كل عامين يتبرع كريستيانو رونالدو بالدم، لذلك لا ترى على جسده أي وشوم، وأيضا لا يشرب الكحوليات، ولأن والده مات بسبب شرب الكحوليات. 11، المساعدات. رونالدو ساعد في إصلاح المدارس في فلسطين، وإطعام فقراء إفريقيا، حتى أنه سافر إلى إندونيسيا بعد الزلزال، وتحدث الكثير من الناس على المساعدات التي قدمها آنذاك. 12، السرطان. رونالدو يدعم مرضى السرطان وخاصة الأطفال، ويحاول تخفيف عنهم ما يشعرون به من ألم، حتى أنه له قصة شعر مشهورة كانت بسبب دعم أحد أطفال السرطان. وصلنا لنهاية الفيديو. ما رأيكم في كريستيانو الآن؟ أخبرونا بذلك في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.